بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل إن شاء الله كلامنا عن شابتر 1 اللي هو بيتكلم عن significance of radiobiology and radiotherapy for cancer treatment. النهاردة بإذن الله هيكون ده الجزء الثالث من شابتر 1. وهنبتدي كلامنا في هذا الجزء عن التايم سكيل اوف افكتس ان راديشن بيولوجي. الدياجرام دوت بيوري لنا التايم سكيل اوف افكت ان راديشن بيولوجي اللي هو بيبتدي على طول يعني immediately after على الراديشن اكسبوجر، يعني هيبتدي دايما بفيزيكال افكت، وهنشوف طبعا ايه المقصود بالفيزيكال افكت بعد شويه. وده بيبتدي في اقل من 10 اس ناقص 18 سكند اب تو حوالي 10 اس ناقص 12 او 10 اس ناقص 10 سكند، يعني in a very very short time very immediate. بعد كده بيجي الكيميكال افكت، بيبدا من الرينج بتاع حوالي 10 اس ناقص 16 لغايه حوالي فيو سكندز، مثلا من 10 الى 50 سكند مثلا، يعني حوالي دقيقه بيكون حصل فيها الكيميكال افكت اللي هو بيبقى فولود باي بيولوجيكال افكت، وبيحصل بعد في رينج من حوالي 1 سكند لغايه وممكن يوصل لفيو دايز او فيو ويكس او فيو مانس حتى او فيو ييرز، ويبقى حتى ممكن يبقى هيريديتري ويوصل للفولوينج جينيريشنز. ده برضو دياجرام بيوري لنا تاني نفس الافكت او نفس التايم سكيل بتاع الراديشن. الستيج اوف اكشن بتاع الايونايزنج راديشن بيبقى عباره عن مجموعه من الستيجز او اربعه ستيجز بالتحديد. بتبتدي بالفيزيكال ستيج، وبعد كده الفيزيكو كيميكال ستيج، فولود باي كيميكال ستيج، اند في الاخر يبتدي يحصل البيولوجيكال ستيج اللي هو برضو ممكن يبتدي بافكت على التشو او الاورجانز، وبعد كده ممكن يبقى على الهول بودي وعلى الهيلث ان جنرال. زي ما قلنا اول ستيج اوف افكت اللي هيعملها الايونايزنج راديشن في اي في البودي، يعني لما هيعدي عليه او لما هيحصل له اكسبوجر منه، اول ستيج اللي هي هتبقى الفيزيكال ستيج، بتبقى عباره عن الترانسفير of kinetic energy اللي شايلاها الراديشن دي. الايونيزنج راديشن بتبقى متحمله بكينيتيك انرجي كتيره، او حتى الانرجي ديو تو اتس ماس، لان احنا زي ما انتم عارفين في الفيزيكس الماس والانرجي وجهين لعمله واحده، وممكن الانرجي تتحول الى ماس او الماس تتحول الى انرجي. فكل الانرجيز دي بتبتدي تدخل توصل للاتوم وتعمل فيها سواء اكسايتيشن او ايونيزيشن للاتومز او للمولكيولز اللي هيؤدي بعد كده الى الاذر ستيجز. الايونيزنج راديشن لما بتدخل البودي او تخش على اي بيولوجيكال سيستم بتدي البودي دوت انرجي او جزء، يعني سواء الانرجي بتاعتها بالكامل او جزء من الانرجي بتاعتها، عشان تبتدي تعمل الفيزيكال افكت. والفيزيكال افكت ده بيكون عباره عن حاجتين، يا اما زي ما قلنا ايونيزيشن او اكسايتيشن. الاكسايتيشن ممكن يحصل من الالفا والبيتا بارتكلز والجاما او اي، يعني كل انواع الراديشن ممكن تعمل اكسايتيشن لما تدي لاي الكترون من الالكترونات اللي موجوده في الاتوم جزء من الانرجي بتاعتها او كل الانرجي بتاعتها، وتخليها تطلع من
انرجي ليفل قليل لانرجي ليفل اعلى عن طريق انها خدت الانرجي اللي خدتها ديت من الراديشن. ولما بتطلع فوق الالكترودز دي بتطلع للهاير انرجي ليفل او الهاير انرجي اوربت، بيبقى عندها كده في الحاله دي اكسترا انرجي بتبقى عايزه تخلص منها، عشان كده بتبقى في حاله اكسايتيشن وبتبقى عايزه تخلص من الانرجي الزياده دي. فغالبا عشان تخلص من الانرجي الزياده ديت بترجع تنزل تاني للاوريجينال اوربت بتاعتها، سواء هي او اي الكترون تاني ينزل يملى المكان اللي فضي مكان الالكترون اللي طلع دوت. والفرق ما بين التو انرجي ليفلز او التو انرجي اوربتس دي يطلع على هيئه راديشن. ممكن تكون الراديشن ديت في الرينج بتاع الاكس راي، او ممكن تكون في رينج اقل وتبقى تطلع على شكل فيزيبل لايت او انفراريد او وات ايفر حسب الانرجي اللي هتطلع. الافكت الثاني او الفيزيكال افكت الثاني اللي بيحصل غير الاكسايتيشن هو الايونيزيشن. والايونيزيشن ده بيحصل لما بتكون الراديشن سواء الفا او بيتا او جاما او وات ايفر نوع الراديشن بتدي او تعمل ترانسفير لسفيشنت انرجي الى وان اوف ذا الكترونز اللي موجودين في الاتوم، بحيث ان تكون هذه الانرجي اكبر من البايندنج انرجي بتاعه هذا الالكترون اللي هي ربطاه البايندنج انرجي اللي هي بتربطه بالنيوكليوس. لو هو خد انرجي او ترانسفيرد له انرجي من الراديشن دي اكبر من البايندنج انرجي بتاعته، ممكن الايونيزيشن يحصل عن طريق ان الالكترون يخرج بره الاتوم ويفضل الاتوم على شكل تشارجد او بوزيتيفلي تشارجد ايون، ويبقى في الكترون موجود يحصل له اميشن من الاتوم. الايونيزيشن دوت بيبقى هو البيزك ميكانيزم الرئيسيه. طبعا هو الاكسايتيشن ممكن يشترك برضو في الايفكت اللي هيحصل البيولوجيكال افكت اللي هيحصل في البودي، انما المين ميكانيزم اللي بيعمل الافكت او الراديشن دامج بيكون ديو تو الايونيزيشن. اول ما الايونيزيشن ده بيحصل زي ما هنشوف بعد شويه يبتدي تحصل مجموعه من الافكتس اللي هتؤدي في الاخر الى الدمج بتاع الليفنج تيشو. تاني ستيج بتحصل بعد الفيرست ستيج اللي هي بيحصل فيها اللي هي الفيزيكال ستيج اللي بيحصل فيها الايونيزيشن والاكسايتيشن، بتيجي تاني ستيج اللي هي الفيزيكو كيميكال او الفيزيكال كيميكال ستيج. ودي بتحصل بعد ما بيكون حصل الايونيزيشن وتكون في انرجي ترانسفيرد للاتومز او للمولكيولز او يعني الاتومز اوف ذا مولكيولز، وتبتدي بعد كده يحصل انتقال كمان بقى للانرجي بتاع الايونايزد اتومز ديت ما بين الاتومز اللي في المولكيول وبعضها، او ما بين المولكيولز والمولكيولز اللي حواليها، وتبتدي يحصل فورميشن اوف فري راديكال. الفري راديكال او الفري راديكالز ديت بتبقى يعني عباره عن اتومز فيها وان اور مور امبيرد الكترونز موجودين في الفالنس شيل او في الاوتر اوربت، ومش قادره تتواجد لوحدها بشكل اندبندنت. احنا عارفين دايما ان الاتوم بتحب تخلي الاوتر اوربت بتاعها فل، يكون يا 8 يكون مثلا في 8 الكترونز، ويكون او على الاقل يكون في الالكترونز يكون العدد بتاعها ايفن، ما يكونش عدد فردي، يعني ما يكونش 7، ممكن يكون 6 انما ما يكونش 7. فلو الاتوم فيها في الاوتر اوربت بتاعها او في الفالنس شيل بتاعها عدد من الالكترونات بيكون اود، فيها الكترون واحد او فيها 7 الكترونز، بتكون very chemically excited وبتبقى unstable chemically وعايزة تعمل اي chemical
رياكشن علشان تكمل بيه الاوتر اوربت بتاعها، او تخلي الامبيرد الكترون دوت او الاود الكترون دوت تجيب له الكترون تاني، او تديه لاتوم تانية علشان يبقى فيه دايما بره عندها عدد من الالكترونات ايفن. هو ده اللي هو بنسميه فري راديكال، واللي هو هيكون برضو سبب رئيسي من اسباب الكيميكال افكت والبيولوجيكال افكت اللي هيحصل في التشوز. تالت ستيج في الافكت اوف راديشن بتكون هي الكيميكال ستيج، وبتيجي بعد ما تكون الفري راديكال او الفري راديكالز اتكونت في الفيزيكال كيميكال ستيج او الفيزيكو كيميكال ستيج. ودي بيحصل فيها انتر اكشن ما بين الفري راديكالز اللي قلنا عليها انها تبقى فيري كيميكالي انستابل، بيحصل ما بينها وما بين بعضها، او ما بينها وما بين حتى الانتاكت مولكيولز اللي لازالت ما حصلش فيها اي افكت، وتبتدي تتكون مولكيولز تانية جديدة بتبقى ليها abnormal structure and function، وتبتدي هي اللي تعمل التوكسيستي بعد كده. بعد ما حصلت الكيميكال افكت في الكيميكال ستيج، بتيجي بعد كده البيولوجيكال ستيج، وهي الستيج الرابعه، واللي بيبتدي يحصل فيها الدمج اللي بيحصل في سواء في سيلولار ليفل او التيشو ليفل او حتى في البوبيليشن في الهول بودي. ومش بس بيحصل فيها البيولوجيكال دامج، ده كمان ممكن بيحصل فيها الريبير او ريبيراتيف بروسيس، اللي هي ممكن تكون تقلل شويه من الدامج او تسوق الدنيا بقى، يعني كمان بدل ما تحصل ريبير مظبوط يحصل ريبير بشكل خاطئ فيعمل ميوتيشن زي ما هنشوف بعد شويه. المهم ان في البيولوجيكال ستيج دي بيحصل البيولوجيكال دامج وبيحصل الريبيراتيف بروسيس. الجدول ده اهو بيلخص لنا الكلام اللي قلناه في الاربعه ستيج، ايه اللي بيحصل في الفيزيكال الستيج اللي هو انتقال الانرجي للاتومز، ويحصل الايونيزيشن والاكسايتيشن سواء في الاتوم او في المولكيولز، او ممكن في المولكيولز يحصل بريك اوف ذا بوند، وده بيحصل في حوالي في الرينج بتاع من 10 اس ناقص 16 ساعات، كمان اقل الى 10 اس ناقص 15 سكندز. بعد كده بتيجي الفيزيكو كيميكال ستيج، واللي هو بيتكون فيها الفري راديكالز، وبتحصل في الرينج من 10 اس ناقص 14 ل 10 اس ناقص 11 سكند. بعد كده بيجي الكيميكال ستيج اللي بيحصل فيها الرياكشن اللي ما بين الفري راديكالز وبقيه وبعض المولكيولز او ما بين الفري راديكالز وبعضها، وبيتكون مولكيولز زي ما قلنا بتبقى ليها abnormal structure and function، وده بيحصل في الرينج بتاع من 10 اس ناقص 6 ل 10 اس ناقص 3 سكندز. وبعد كده يجي البيولوجيكال ستيج اللي هو بيحصل فيه البيولوجيكال دامج او بيحصل فيه الريبير بروسيس، وده بياخد حسب نوع الافكت ممكن يبقى immediate effect وبيحصل in a few seconds او in a few days او in a few hours او days او حتى few weeks او few months لغاية up to 3 months. ده بنعتبره immediate او بنعتبره sorry early effect. الimmediate طبعا اللي بيحصل in a very short time، انما ال early effect اللي هو بيحصل up to 3 months. وفي بعد كده كمان ممكن يحصل late effect وياخد فيه few years او حتى يحصل في following generation. كل ده بيحصل في البيولوجيكال ستيج اللي هي الستيج الرابعه. فادي هنا برضو بالشكل ده بيلخص لنا
الايفكت بيحصل ازاي، الايزنج راديشن بتعمل الايفكت الاول على الاتومز اللي هو بيؤدي الى ايفكت على المولكيولز اللي هو بيسميه الكيميكال ايفكت، وبعد كده يبتدي البيولوجيكال ايفكت يحصل في سواء السيلز او التيشوز او الاورجان او حتى في الهول بودي. ده برضو هنا رسمة بتوري لنا نفس الكلام اللي قلناه في السلايد اللي فات. هنا برضو بنلخص الموضوع بتاني بشكل تاني. ادي الانستنت راديشن بتيجي تعمل لنا يحصل لها راديشن ابزوربشن اللي هيؤدي الى الاكسيتيشن والاكسجين والايونيزيشن، وبعد كده الفورميشن اوف فري راديكالز، او وبعد كده بريكج اوف كيميكال بوند، وبعدين البيولوجيكال افكت. السلايد دي بتلخص لنا تايم تاني التايم سكيل بتاع الافكتس اللي قلنا هيبتدي الفيزيكال يحصل في 10 اس ناقص 15، وبعد كده هيحصل الفورميشن اوف فري راديكالز وتبتدي تعمل الكيميكال افكت والفيزيكو كيميكال افكت، وبعدين الكيميكال افكت في الرينج بتاع 10 اس ناقص 10 ل 10 اس ناقص 9 سكند، وبعد كده يجي السيل ديس يحصل ان فيو دايز، وبعد كده ممكن كمان الكارسينوجيني ده، وده اللي هو بنقول عليه الاول اللي هو الافكت على السيل ديس دوت اللي بيحصل ان فيو دايز اب تو مانثس، ده اللي بنقول عليه الايرلي افكت. يجي بعديه الليت افكت اللي هو ممكن يكون كارسينوجينيسيس، وده بيحصل in years or generations. طيب احنا قلنا اول ستيج بتحصل هي الابسوربشن اوف راديشن اللي هو بيؤدي الى انتقال الانرجي الى الاتوم علشان تعمل الايونيزيشن والاكسيتيشن. فهنشوف في الجزء اللي جاي من المحاضره ديت ازاي الابسوربشن اوف اكس رايز بتحصل. الانتراكشن اوف اكس راي وذ ماتر ده طبعا بيحصل ما بين الاكس راي واي ماتر، يعني ممكن الاكس راي عندها الكابابيلتي انها تعمل انتراكشن مع اي ماتيريال، وده طبعا بيؤدي الى الابسوربشن اوف انرجي من الاكس راي. الاكس راي اما ويحصل لها طبعا اتنويشن. كلمة attenuation دي it means ان هو يا اما يحصل reduction في number of photons اللي موجودة في البيم، يعني البيم attenuation اللي هو يبقى فيه reduction في number of photons، او reduction في الانرجي بتاعته اللي يبقى بالتالي نقدر نقول عليها reduction of intensity. ليه؟ لان كلمة intensity دي بتعني اللي هي حاصل ضرب number of photons في الانرجي بتاعتها، فحصل ضرب الفوتونز في الانرجي هو اللي بيؤدي الى الانتنسيتي. فتغيير اي واحده من الاثنين او اي ريدكشن في اي واحده من الاثنين سواء في النمبر اوف فوتونز او في الانرجي بتاعتها هيؤدي الى ريدكشن في الانتنسيتي اللي هو بنسميه attenuation. فيبقى هنا دلوقتي لما هيحصل absorption of energy هيحصل attenuation للبيم، وهيحصل كمان برودكشن اوف سكندري راديشن. ايه السكندري راديشن دي؟ اللي هي سميناها قبل كده في كورس الفيزيكس دلتا ريز. الدلتا ريز هي الالكترونز اللي بتبقى اميتد من الاتومز نتيجه الايونيزيشن. طبعا ممكن كمان مع الدلتا ريز او الالكترونز اللي هتطلع نتيجه الايونيزيشن دي ممكن يطلع كمان كاركترستيك اكس راي، لان في لما في الكترون هيطلع من الاتوم ويسيب مكانه هول فاضيه هينزل مكانه الكترون تاني من الاوتر اوربتس تحل محله، وبالتالي ده الفرق ما بين التو انرجي ليفلز دولت هيطلع على هيئه كاركترستيك راديشن. ممكن كمان يطلع حاجه تانية اسمها اوجير الكترون الاكس رايز، الكاركترستيك اكس رايز ديت وهي خارجه تستدم وان اوف ذا الكترونز من اللي موجودين في الاوربتس بتاع الديفرنت اوربتس اللي موجوده في الاتوم، فتخرج وان اوف ذا اوف ذيس الكترونز اللي هو هيبقى هنسميه بعد كده اوجير الكترونز.
كل دوت بيحصل نتيجة الانتر اكشن والابسوربشن اوف انرجي ما بين الاتوم والاكس راي. بعد كده الابسوربشن اوف انرجي دوت اللي هيؤدي في الاخر الى الايونيزيشن والفري راديكالز فورميشن، هو ده اللي هيؤدي الى الكيميكال تشينجز اللي ممكن تحصل في المولكيولز وفي الاتومز، وبالتالي تؤدي الى التيشو دامج. لما بيحصل الايونيزيشن وبيتكون ما يسمى بالايون بير اللي هو النيجاتيف الكترون والبوزيتيف ايون، الالكترونز اللي بتخرج من الاتوم ديت او اللي بتظهر نتيجة تكون الايون بير دي بنسميها دلتا راديشن او دلتا ريز. طبعا هي ما هياش نوع جديد من انواع الراديشن ولا حاجة، يعني مش زي مثلا ما قلنا في الفا وفي بيتا وفي جاما يبقى في دلتا، لا هي الدلتا هي الالكترون، هي الكترون عادي جدا خالص من الالكترونات اللي موجوده في الاتوم، انما نتيجه الايونيزيشن اللي حصل وبقى واميتد من الاتوم سميناه دلتا علشان نميزه عن الانسيدنت الكترون. لو فرضنا ان الايونيزيشن ده حاصل باي الكترون بيم، في انسيدنت الكترون بيم حصل وهو ده اللي دخل على الاتوم وعمل لها الايونيزيشن، فعشان نميز الالكترون الانسيدنت الكترون عن الاميتد الكترون نتيجه الايونيزيشن فسموه دلتا ري. لما نشوف الاكس راي دلوقتي ايه اللي هيحصل لها لما توصل البودي، الاكس راي خرجت من الماشين اللي هي اميتد منها من سواء اكس راي تيوب او لينير اكسلريتور او وات ايفر ايه الماشين، او حتى لو هي جاما راديشن وخارجه مثلا من كوبالت ماشين او وات ايفر وصلت البودي. الاكس راي لما بتوصل للبودي وتدخل جوه البودي ممكن يحصل لها ثلاث حاجات، او مصيرها هيكون احد ثلاث حاجات، يا اما زي ما دخلت تخرج تعمل بنتريشن ما تصطدمش باي حاجه، تفضل ماشيه وتمر مرور الكرام وزي ما تدخل من ناحيه وتخرج من الناحيه التانيه زي ما شايفين في الصوره اللي قدامنا اهو، البيم اللي فوق ده دخل من بوستيريورلي من بجسم العيان وخرج من الناحيه التانيه، وده اللي بيؤدي طبعا الى تكون صوره لما بنكون بنصور العيان في الميديكال ايميجنج الجزء اللي خرج ده. او حاجه تانيه ممكن تحصل للبيم ان هو يدخل ويحصل له كومبليت ابسوربشن. طبعا هنا احنا مش بنتكلم على البيم از هول، يعني مش البيم كله دخل وخرج من الناحيه التانيه او البيم كله دخل وابسوربت جوه البودي، لا ده في جزء من البيم هيدخل ويحصل له البنتريشن ويخرج، وجزء من البيم ممكن يحصل له كومبليت ابسوربشن جوه البودي ديت، وديت اللي هتؤدي الى الراديشن دوز اللي هتبقى ابسوربت جوه جسم العيان. وفي جزء ثالث هيدخل يحصل له سكاترنج. يعني ايه يحصل له سكاترنج؟ يعني بدأ كان ماشي في الاتجاه ده راح مغير الاتجاه بتاعه ومشي في الاتجاه التاني. ممكن يعمل السكاترنج من غير ما يفقد اي جزء من الانرجي بتاعته، وممكن يعمل سكاترنج بعد فقد جزء من الانرجي بتاعته. طبعا الجزء الاولاني اللي حصل له كومبليت بنتريشن دوت وزي ما دخل زي ما خرج دوت ملوش اي تاثير خالص على ولا الراديشن دوز اللي ابسوربت جوه جسم العيان ولا الافكتس اللي هيحصل في جسم العيان، ولا له تاثير حتى على البيم نفسه. البيم فضل زي ما هو اهو ماشي في نفس الاتجاه اللي هو ماشي فيه بنفس الانتنسي اللي ماشي بيه. انما الاثنين اللي تحت دولت اللي هو اللي حصل له كومبليت ابسوربشن او اللي حصل له سكاترنج، هو ده اللي بيأثر على شده البيم. الانتنسي بتاعته هتحصل هتقل، هيحصل اتنويشن نتيجه نقص لو في العدد هنا في اللي حصل له ابسوربشن في جزء كبير فقد منه خلاص ابسوربت، او اللي حصل له سكاترنج فقد ممكن يكون فقد جزء من الانرجي، وحتى ولو هو موجود وغير اتجاهه بس فقد جزء من الانرجي. فالاثنين دول هم اللي بيؤدوا الى الاتنويشن اللي بيحصل.
وهم اللي بيؤدوا كمان الى ان الدوز في الابزورب الدوز في جسم العيان تزيد، وهم اللي بيؤدي بعد كده الى البيولوجيكال افكت. الراديشن سكاترينج زي ما قلنا هو ان تخش الاكس راي ويحصل لها ديفليكشن راندوم لكده، وتبقى وتغير اتجاهها في اي اتجاه غير الاتجاه الاصلي اللي كانت ماشيه فيه نتيجه الكوليجن مع وان اوف ذا الكترونز اللي موجودين في الاتوم. السكاترينج ده فيه منه نوعين، نوع اسمه الاستيك سكاترينج، وده اللي بتخش الاكس راي تعمل كوليجن مع الكترون وتعمل ديفليكشن او سكاترينج تغير اتجاهها بس without any change في الانرجي بتاعتها، ما بتديش للاتوم او للالكترونز اي انرجي، وبالتالي الانرجي اللي دخلت بيها هي نفسها اللي بتخرج بيها من الاتوم، بس كل اللي حصل لها ان هي غيرت الدايركشن بتاعها. انما في نوع تاني اسمه انيلاستيك سكاترينج، وده بتخش برضو يحصل الديفليكشن ويحصل انتراكشن مع وان اوف ذا الكترونز ويحصل ديفليكشن وتغير الفوتون يغير الاتجاه بتاعه ويدي جزء من الانرجي بتاعته الى الالكترون، وبالتالي يحصل هنا ريدكشن في الانرجي بتاعه الفوتون، وبالتالي يحصل ريدكشن في البيم انتنسيتي. يعني في الالاستيك بيبقى تغيير في الاتجاه بس من غير تغيير في الانرجي، انما في الان الاستيك بيبقى تغيير في الاتجاه وتغيير في الانرجي، وبيبقى الفوتون بيحصل له loss of some of its energy. الانتراكشن with photons with matter بيحصل في عندنا خمس انواع من الانتراكشن ممكن يعملها الفوتونز اللي هتؤدي الى الاتنويشن اللي اتكلمنا عنه في السلايدز اللي فاتت، او هتؤدي الى سواء سكاترينج او ابسوربشن. اول نوع اللي هو اسمه الكوهيرنت سكاترينج، تاني نوع اسمه فوتو الكتريك افكت، وهم هنا انا مرتبهم الحقيقه اكوردنج للانرجي. يعني الكوهيرنت سكاترينج هيحصل عند الفيري لو انرجي اوف اكس راي، الفوتو الكتريك افكت الانرجي ده اعلى شويه من اللي عملت الكوهيرنت، يليها في الانرجي اللي اعلى شويه من الفوتو الكتريك يبقى الكومبتون افكت، وبعدين البير برودكشن. كل الاربعه دولت بيحصلوا ما بين الفوتونز وما بين او بيحصلوا للفوتونز جوه الاتوم نفسها، ما بيجيش ناحيه خالص او ما بيخشش، فيش حاجه منهم تقدر تخش جوه النيوكليوس، يا اما بتحصل مع الالكترونز اللي موجوده في الاتومز، او زي ما هنشوف في البير برودكشن بتحصل نتيجه وقوعها تحت تاثير النيوكليوس نتيجه وجودها في الالكتروستاتيك فيلد بتاع النيوكليوس، انما ما بتخشش ما بتقدرش تهوب جوه النيوكليوس خالص، محدش من الاربعه اللي فاتوا دولت بيحصل جوه النيوكليوس. في انتراكشن خامس، وده الوحيد اللي بتكون فيه الفوتونز اتجرأت ودخلت جوه النيوكليوس، وبنسميه الفوتو ديس انتجريشن او الفوتو نيوكليير رياكشن، وده الوحيد اللي بتقدر فيه الفوتونز تدخل جوه النيوكليوس زي ما هنشوف بعد شويه. اول نوع هنتكلم عنه من الانتراكشن فوتونز ويز اتومز، واللي هو بيحصل عند اللوست انرجي اوف فوتونز، هو الكوهيرنت سكاترينج. الكوهيرنت سكاترينج في بعض الكتب او بعض الناس بتسميه كلاسيكال سكاترينج او رايلي سكاترينج او تومسون سكاترينج، انما طبعا الاغلبيه بيسموه الكوهيرنت سكاترينج. ده بيحصل عند اللو انرجي اكس رايز، وبيحصل ان هو بيبقى انتراكشن ما بين اللو انرجي اكس راي والاوتر شيل الكترونز اللي هي في الاوتر اوربت دي، واللي بيحصل ان الفوتونز بتدخل تصطدم مع الاوتر اوربت وتخليه يعمل فايبريشن في مكانه من غير ما يخرج من مكانه، يعني هو بيفضل في نفس مكانه في نفس الاوربت بتاعه، انما جاست ان هو بيعمل فايبريشن
والفوتون اللي اصطدم بيه بيغير اتجاهه، يعني بيحصل له سكاترنج بتغيير الاتجاه. وبما انه ما عملش اي تشينج في الالكترونز وما ادالوش اي انرجي، خرج بنفس الانرجي بتاعته. عشان كده احنا اهو شايفين في الرسم ديت داخل بنفس الويف لينس اللي هي لاندا اللي خرج بيها، يعني هو دخل بويف لينس لاندا وخرج بنفس الويف لينس لاندا، ما حصلش اي تغيير في الويف لينس. يعني بما انه ما حصلش تغيير في الويف لينس يبقى ما حصلش تغيير في الانرجي بتاعته، يبقى الفوتون الانرجي بتاعتها ما اتغيرتش، والالكترون ما خدش اي انرجي منها وما اتحركش من مكانه، فضل مكانه بس مجرد ان هو عمل فايبريشن في نفس حوالين النفس او فوق وتحت النقطة اللي هو موجود فيها. ودي الفينومينا اللي على اساسها اغلب الفيزيائيين قالوا ان هو الاكس راي دي عبارة عن الكتروماجنتيك ويف، لان ما يعملش الفينومينا دي الا اذا كانت ويف. يعني زي مثلا موجة البحر لما تمشي، ولو في على سطح المية حتة خشبة، الخشبة مش هتتحرك من مكانها، جاست هتعمل فايبريشن على سطح المية. فقالوا ده نفس الافكت اللي بتعمله الفوتون في حالة الكوهيرنت سكاترينج، يبقى ده دليل على ان الفوتونز ديت او على ان الاكس راي ديت عبارة عن الكترو ماجنتيك ويف او ويف يعني. فده اللي بيعمله الاكس راي مع الالكترون. طبعا اهم ما في الموضوع، وعشان كده سميناه سكاترينج، ان الاكس راي التغيير الوحيد اللي حصل ان هي غيرت الدايركشن بتاعها. انما طبعا زي ما قلنا مفيش اي تشينج لا في الابزوربنج اتوم، ما تغيرش فيها اي حاجه خالص، ولا الالكترون خرجت من الاتوم بتاعتها ولا حاجه، يعني ما حصلش اي ايونيزيشن. وبرده الاكس راي اللي دخلت ما تغيرش فيها اي حاجه غير الدايركشن بس، وبتخرج بنفس الانرجي وبتكمل حياتها بانتر اكشنز تانية في اتومز تانية. الافكت ده بيحصل عند الماتيريالز اللي لها هاي زد نمبر، وفي نفس الوقت بتكون الانرجي بتاعت الاكس راي قليله في الرينج بتاع 10 كيلو الكترون فولت، اقل شويه او ازيد شويه. تاني انتر اكشن ممكن يعمله الفوتونز او الاكس رايز مع الاتومز هو الفوتو الكتريك ابسوربشن او الفوتو الكتريك افكت، وده واحد من الانتر اكشنز اللي مهمه جدا جدا بالنسبه لنا الميديسن، وهنشوف دلوقتي ليه. طبعا اللي اكتشف هذه الفينومينا هو اينشتاين. اللي بيحصل في الفينومينا ديت او في الانتر اكشن ده ان بتخش الاكس رايز او الفوتونز وتوصل لغايه الانر الكترون اللي هو في الكي اوربت، وده الموست بروبابل انها تعمل انتر اكشن مع الكي اوربت. احتمال حدوث الانتر اكشن دوت مع الكي اوربت بيكون اكتر حاجه ممكن يحصل مع ال وتكون البروبابيلتي اقل شويه من الكي، وممكن يحصل مع الام وتكون اقل من ال، وهكذا. بس بشرط ان ما يكونش الكترون موجود في الاوتر اوربت، لازم يكون انر اوربت، لازم يكون اوربت داخلي. فاللي بيحصل ان الفوتون بتخش تصطدم بالالكترونز وتديله كل الانرجي بتاعتها، يعني ما بتحتفظش لنفسها باي حاجه، بتدي له كل الانرجي بتاعتها وتخرجه بره الاتوم. يعني هنا بيكون حصل ايونيزيشن والاكس راي تختفي تماما لانها ادت كل الانرجي بتاعتها للالكترونز وما عادش فيها عندها اي كاينتيك انرجي تقدر تتحرك بيها، وبتختفي. وبالتالي ما بيكونش فيه هنا سكاترنج، فما نقدرش نقول عليه بس الفوتو الكتريك سكاترنج، لان اللي عشان يبقى فيه سكاترنج يبقى لازم تكون الفوتون موجوده، انما هنا الفوتون اختفت تماما ابزوربت كومبليتلي، فده نوع من الابزوربشن وبتختفي بعديه الاكس راي كومبليتلي، وبيدي الانرجي بتاعته الى الالكترون. والالكترون دوت
علشان يحصل الفوتو الكتريك افكت لازم الانرجي اللي يكون خدها من الاكس راي تكون اكبر من البايندنج انرجي اللي ما بينه وما بين النيوكليوس. فالبايندنج انرجي اللي ما بين الاثنين دولت لازم تكون الانرجي اللي خدها من الاكس راي تكون اكبر منها عشان يقدر يتغلب على البايندنج انرجي ديت ويطلع مكانه. طب لو فرضنا ان الانرجي بتاعت الاكس راي او الانرجي اللي خدها الالكترون من الاكس راي كانت اقل من البايندنج انرجي، يبقى في الحاله دي مش هيحصل فوتو الكتريك افكت، مش هيخرج الالكترون من الاتوم ومش هيحصل ايونيزيشن، انما هيحصل في الحاله دي اكسايتيشن بس. الالكترون ممكن يطلع لاوتر اوربت بره ويبقى الاتوم في الحاله دي اكسايت. لما بيحصل الانتر اكشن او الكوليجن اللي ما بين الفوتون وما بين الالكترون والالكترون بياخد الانرجي بتاعه الاكس راي، بيتكون لنا حاجتين او بيظهر لنا حاجتين، حاجه اسمها الفوتو الكترون اللي هو الالكترون اللي خرج من الاتوم نتيجه الانتر اكشن ده بنسميه فوتو الكترون علشان هو نتج نتيجه الفوتو الكتريك افكت فسميناه فوتو الكترون. وبتبقى الريميننج اتوم بعد كده عباره عن بوزيتيف ايون. الفوتو الكتريك افكت بتحصل عند اللو انرجي فوتونز اب تو اباوت 100 كيلو الكترون فولت، وده في السوفت تيشو او في الووتر، لان احنا دايما نقول ان الووتر دوت هو الايكويفالنت او التيشو ايكويفالنت ماتيريال. في بعض الماتيريالز اللي اتقل شويه من الووتر اللي يكون الزد نمبر بتاعها اعلى زي الكونكريت او الليد او كده، ممكن الافكت ده يبقى يوصل لغايه انرجيز اكتر من الكيلو من ال 100 كيلو الكترون فولت اللي احنا نقول عليها دلوقتي ده. طبعا بما ان الانتر اكشن ده بيحصل عند اللو انرجيز اللي هي زي ما قلنا في حته بالنسبه للبودي في حدود ال 100 كيلو الكترون فولت، فده الرينج بتاع الراديولوجي بتاع الدياجنوستيك راديولوجي او الميديكال ايمجنج، وبالتالي ديت بتبقى فيري امبورتنت في للناس بتوع الميديكال ايمجنج، وان لولا الفينومنا دي ما كانش هيبقى في عندنا ميديكال ايمجنج عن طريق الاكس راي العاديه الكونفشنال اكس راي. طبعا السي تي والام ار اي والالترا ساوند والحاجات ديت كلها ما لهاش علاقه بالموضوع اللي بنتكلم عنه، انما الاكس راي العاديه ما لولا الفوتو الكتريك افكت ما كانتش هتحصل زي ما هنشوف بعد شويه. طبعا هو ال ايه السبب في اللي انا بقوله دوت ان لولا الفوتو الكتريك افكت ما كانش هيبقى فيه كونفشنال اكس راي؟ ان السبب ان في بيحصل absorption في different tissues، بيكون probability of photoelectric absorption او coefficient absorption coefficient due to photoelectric effect بيكون بيفرق من one tissue to another، لان ال probability بتاعت photoelectric effect بتعتمد على حاجتين اساسيين قوي وبتعتمد عليهم بشكل كبير جدا، بتعتمد على الانرجي اوف اكس راي وبتعتمد على الزد نمبر اوف ذا ابزوربنج ماتيريال. فلقينا ان هي بتبقى البروبابيلتي اوف فوتو الكتريك افكت بتبقى انفرسلي بروبورشنال مع الاي او الانرجي اوف اكس راي تو ذا باور 3. يعني لو عملت دبلنج للاكس راي انرجي، لو زودتها مثلا من 10 ل 20 عملت دبلنج للانرجي البروبابيلتي هتزيد 8 مرات 2 اس 4. لو عملت تريبلنج للانرجي هتقل سوري 4 مرات 8 مرات. لو عملت تريبلنج من مثلا من 10 ل 30 البروبابيلتي هتقل 27 مره. يعني الافكت بتاع الانرجي بيكون مهم جدا في الحاله دي، فكل ما الانرجي زادت كل ما البروبابيلتي قلت بسرعة كبيرة جدا. نفس الكلام بيحصل بس بشكل عكسي مع الزد نمبر اوف ذا ابزوربنج ماتيريال. كل ما الزد نمبر اوف ذا ابزوربنج ماتيريال عليت، لان هو
لقينا ان البروبابيلتي اوف فوت الكتريك افكت دايركتلي بقى بروبورشنال مع الزد تو ذا باور 3 برضو. يعني لو عملنا دبلنج ل الزد نمبر البروبابيلتي اوف فوت الكتريك افكت هتزيد 8 مرات، لو عملنا تريبلنج هتزيد 27 مره اند سو اون. فهنا التاثير بتاع الفاريشن في الزد نمبر بتاع التشو بيبقى كبير جدا، وده اللي بيسبب في الكونتراست اللي ما بين الديفرنت تيشوز وبعضها في الـ في الميديكال ايميجنج. طبعا هنا الفوتو الكتريك افكت لما بيحصل طبعا بتكون الانرجي بتاعت الاكس راي اللي هي اتش ميو دي، الانرجي بتاعت الاكس راي هتدي جزء للالكترون يتغلب بيه على الباندنج انرجي اللي هي اي بي، ويفضل جزء من الانرجي اللي هو كي اي دوت يتحرك بيه از كاينيتك انرجي ده الالكترون. وبعد كده يبتدي الالكترون هو كمان يعمل بعد كده انتر اكشن مع الاتومز اللي هيمشي او الاتومز الموجوده في الميديوم اللي هو ماشي فيه، ويبتدي هو كمان نفسه يعمل سكندري ايونيزيشن بعد ما ظهر في ديو تو الفوتو الكتريك افكت. الصوره دي اهي بتوضح لنا صوره جميله جدا، شيست اكس راي في منتهى الجمال، كونتراست جميل موضح كل الديتيلز اللي اي ميديكال اي راديولوجيست عايز يشوفها. وجه الكونتراست اللي ما بين الديفرنت تيشوز وبعضها جه سببه ايه؟ ان انا عندي اللنج ديت اللي هي مليانه بالاير والزد نمبر بتاعها هيبقى فيري لو، هتعمل ابزوربشن قليل لان الزد نمبر بتاعها قليل، وبالتالي الاكس راي هتعمل بنتريشن وتقدر توصل للفيلم وتسوده بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. انما السوفت تيشو اللي بيكون الزد نمبر بتاعها اعلى شويه من اللنج تيشو بيكون الابزوربشن فيها ازيد شويه، وبالتالي البنتريشن والاكس راي الاكس راي اللي هتوصل للفيلم هتكون اقل شويه، وهيدينا الشكل الجراي اللي قدامنا ده. لما نيجي هنا بقى عند البون اللي الزد نمبر بتاعها اعلى بكتير قوي من السوفت تيشو واعلى بكتير قوي من اللنج، هيبقى كميه الابزوربشن اللي فيها عاليه جدا، وبالتالي كميه الراديشن اللي هتوصل من تحتها للفيلم هتكون قليله قوي، وبالتالي مش هتسود الفيلم ويدلنا وتطلع بيضه بالشكل اللي قدامنا ده. يعني الكونتراست بتاع الصوره دوت اللي ما بين الديفرنت تيشوز وبعضها دي جاي ديو تو الفوتو الكتريك افكت، وديو تو ان الفوتو الكتريك افكت ديبند على الزد تو ذا باور 3. طيب بالنسبه لنا احنا بقى في الـ في الـ في الـ في الـ في الراديو ثيرابي الكلام ده، هل ده له اي سيجنيفيكانس عندنا غير طبعا ان هو انا بستخدم طبعا الايمجز دي في تشخيص او في تحديد مكان التيومر، انما لا انا عايز اشوف بشكل مباشر هل الكلام ده سيجنيفيكانت في الريديو ثيرابي. ات از سيجنيفيكانت في الريديو ثيرابي. ليه؟ لان لو انا جيت احاول اعالج بلو انرجي اكس راي غير ان انا مش هعرف اوصل او اعمل بنتريشن، اخلي الراديشن دي تعمل بنتريشن وتوصل لغايه الديب سيتي تيومر، غير كده كمان ان هي لو انا مثلا بعالج حاله بلادر سي او ريكتم او سيرفكس او اي انترا بيلفيك تيومر، والبيلفيك بونز اللي حوالين التيومر ديت هتعمل ابزوربشن للاكس راي بشكل كبير جدا، وهتمنع الاكس راي هتعمل سكريننج عن التيومرز الانترا الانترا بيلفيك تيومرز الموجوده جوه البيلفيس دي، البيلفيك بون هتعمل سكريننج ومش هتخلي الاكس راي توصل بشكل افكتيف على للتيومر اللي جوه البلف. طبعا ده هيعمله اي بون مش بس البلفيك بون، بيقدر يعمل سكريننج للتيشو اللي جواه او اللي بعد اللي وراه، وبالتالي بيبقى استخدامها في الراديو ثيرابي غير مفيد. السلايد ديت هتفسر لنا الشكل بتاع الصوره اللي فاتت ديت واللي فيها هاي كونتراست ما بين الديفرنت تيشوز وبعضها. اهي بيقول لنا ان البونز طبعا هيبقى البروبابيلتي اوف ابزوربشن فيها اعلى من اي حاجه تانية،
عشان الهاير زد نمبر بتاعتها، وبالتالي ديت هتطلع بيضة في الفيلم، البون هيطلع لونه ابيض في الفيلم لانه عمل ابزوربشن كتير والبنتريشن كان قليل منه. يليه بعد كده السوفت تيشو اللي بتطلع جراي لان هي البنتريشن فيها كان اعلى شوية من البون والابزوربشن اقل عشان هي اللور زد عن البون، فحصل بنتريشن اكتر وقدرت تعمل تسود الفيلم بشكل اكبر من البون ويطلع الجزء اللي وراها جراي. انما هنا بقى الاير كونتيننج ستراكشر زي اللنج او زي اذا كان في اير كافيتي او اي حاجه، طبعا بتبقى الزد نمبر بتاعها قليل جدا وبالتالي البنتريشن فيها بيبقى عالي جدا والابزوربشن قليل قوي، فعشان كده بتسود الجزء اللي وراها. اخر حاجه هنقولها عن الفوتو الكتريك افكت هو ايه البرودكتس اللي هتطلع من الاتوم بعد او هتطلع من هذه الفينومنا، يعني الفينومنا دي هتؤدي الى ظهور ايه البرودكتس اللي هتظهر نتيجه حدوث الفوتو الكتريك افكت. اول حاجه طبعا هيظهر لنا فوتو الكترون. الفوتو الكترون ده اللي هو الالكترون اللي خرج من الاتوم ده نتيجه ان هو اتطرد من الاتوم بعد اصطدامه بالفوتون وخد الانرجي بتاعتها كلها وخرج بيها من الاتوم لما اتغلب عن البايننج انرجي بتاعته. طبعا لما الفوتو الكترونز دوت اللي هو اول البرودكت بتاعت الفوتو الكتريك افكت هيظهر، هيسيب لنا الاتوم عباره عن بوزيتيف ايون، يعني هو في فوتو الكترون خرج وساب بوزيتيف ايون موجوده. طيب في حاجه بقى مهمه جدا بتحصل لما الفوتو الكترون ده يخرج من الاتوم. لما الفوتو الكترون خرج من الاتوم نفترض ان هو خرج من الكي اوربت فساب مكانه فاضي، الكي اوربت دي لازم يكون فيها 2 الكترون، لما خرج الالكترون ده اصبح فيها 1 الكترون. او لو هو مثلا خرج من ال اوربت، ال اوربت دي بيبقى فيها 8 الكترونز، فلما خرج الالكترون من ال اوربت ساب مكانه فاضي واصبح موجود في ال اوربت 7 and so on. فدايما الاتوم بتحب تملى الانر اوربتس الاول، يعني لازم يكون الكي اوربت فيه 2 ويليه بعد كده ال لازم يكون فيه 8 and so on. فلما يخرج الالكترون من الكي اوربت وساب مكانه هول لازم ينزل له الكترون من الاوتر اوربت، يعني هينزل له الكترون من ال او من الام او من الان او وات ايفر حسب الرولز بتاعه انتقال الالكترونز جوه الاتوم حسب نوع الاتوم. فهينزل الكترون من الاوتر اوربت يملى مكان الالكترون اللي خرج من الكي اوربت. لما هينزل الالكترون دوت اللي هو عنده لو افترضنا مثلا ان هو نزل من الام، لو الالكترون اللي في الام ده الانرجي بتاعته بتبقى اعلى من الانرجي بتاعه الكي اوربت، فلما هينزل ويملى مطرح الكي اوربت الانرجي الزيادة، يعني لو هو مثلا عنده واحد دلوقتي واحد الكترون عنده مثلا ساي 2 اكس كيلو الكترون فولت ونزل لاوربت محتاج ان هو يبقى عنده فيه بس 1 اكس، فالاكس الزيادة اللي عنده دي لازم يطلعها يطردها ويتخلص منها، فهو نازل بانرجي عالية ونزل في مكان محتاج فيه انرجي قليله، فالفرق ما بين الانرجي ديت هيطلع على هيئه كاركترستيك فوتونز. لو كانت الحركه ما بين اوربتس قريبه قوي من بعضها ممكن تبقى الانرجي ديت قليله وبالتالي تطلع في الرينج بتاع الفيزبل لايت او الالترا فايولوت او الانفراريد، يعني تطلع في الرينج بتاع النون ايونايز جراديشن. انما لو كان المسافة ما بين الالكترون اوربتس دي وبعضها او الالكترونيك ليفلز اللي اتحرك ما بينهم الالكترون اللي نزل دوت كبيرة، هيطلع الكاركترستيك اكس راي دي على شكل اكس راي لو كان الانرجي بتاعتها عالية. لما تطلع الاكس راي ديت من الفوتون نتيجة انتقال الكترون من الانرجي ليفلز العالية للانرجي ليفلز الواطية هتخرج
من الاتوم بشكل مباشر، او ممكن وهي خارجه تكعبل في الكترون تاني من الالكترونات اللي موجوده في الاوتر اوربتس بتاعه الاتوم، تروح مصطدمه بيه ماشي، وهي ماشيه كده قابلت وان الكترون خبطت فيه وراحت طرداه من الاتوم، وطلعت لنا كمان اتوم من الكترون جديد اسمه اوجير الكترون. التسميه دي طبعا لان اللي اكتشف الفينومنا دي واحد عالم اسمه او فيزيائي اسمه اوجير، فاوجير دوت هو راجل فرنساوي سموا على اسمه هذه الفينومنا اللي هي الاوجير او الاوجير فينومنا او الاوجير الكترون. يبقى دلوقتي في عندنا هيبقى في فوتو الكترون هيطلع وهيسيب هيسيب بوزيتيف ايون، وفي بعد كده كاركترستيك فوتونز او كاركترستيك اكس راي هتطلع وممكن تطلع معاها الاوجير الكترون. طبعا كل الحاجات دي بقى بعد كده هتبتدي تعمل كمان تاني هي نفسها انتر اكشنز جديده، يعني الفوتو الكترون ده وهو ماشي هيعمل سكندري ايونيزيشن، برضو نفس الكلام البوزيتيف ايون، الكاركترستيك اكس راي دي ممكن تبتدي تعمل هي نفسها كمان اي اكس راي انتر اكشن تاني ممكن تعمله الكاركترستيك اكس راي اللي ماشيه دي، برضو الاوجير الكترون لما يخرج ممكن يعمل سكندري ايونيزيشن، يعني دول مش هيخرجوا كده وخلاص يقعدوا يتفرجوا على اللي بيحصل، لا ده هيخرجوا يعملوا انتر اكشنز جديده. الافكت الثالث اللي ممكن تعمله الفوتونز مع الاتوم هو الكومبتون افكت، وده اتسمى كومبتون افكت او كومبتون سكاترينج لان اللي اكتشفه فيزيائي اسمه ارثر كومبتون، اكتشفه سنه 1922 لما لاحظ ان الاكس راي لما بيحصل لها سكاترينج مع اي ميديوم الويف لينث بتاعها بيزيد. معنى ان الويف لينث بتاعها زاد يعني ايه؟ يعني الانرجي بتاعتها قلت، يعني فقدت جزء من الانرجي بتاعتها، يعني ادت جزء من الانرجي بتاعتها للميديوم اللي هي اتحركت فيه او للاتوم اللي هي عملت معاها انتر اكشن. فالكومبتون افكت بتحصل عند انرجي اعلى شويه من الرينج بتاع الفوتو الكتريك، طبعا في جزء مشترك ما بين الاثنين، يعني هي لو احنا قلنا الفوتو الكتريك افكت بتوصل في التشو لغايه 100 120 مثلا، هنا الكومبتون افكت بتبتدي مش بتظهر بقى يعني بعد عند خلاص الفوتو الكتريك خلصت عند ال 100 او ال 120 يبقى تبتدي بعدها على طول الكومبتون، لا في شويه اوفرلاب، يعني ممكن تبتدي في نلاحظ ان في كومبتون عند ال 50 او ال 60 او الرينج دوت لغايه ما تختفي خالص الفوتو الكتريك افكت ويبقى البري دوميننت او الوحيد اللي موجود هو الكومبتون. الكومبتون بيحصل زي ما بيحصل في الرايل سكاترنج، بيحصل ما بين الاكس راي او الفوتونز وما بين وان اوف ذا اوتر الكترونز اللي موجودين في الاوتر اوربت بتاع الاتوم، انما الاختلاف اللي ما بينها وما بين الكوهيرنت سكاترنج ان هي اصطدمت بالالكترون وطلعته بره، يعني عملت هنا ايونيزيشن، الالكترون نوكت اوت عن طريق الفوتون ده لما اصطدم بيه طلعه بره وفضلت الاتوم عباره عن بوزيتيف ايونز. والاكس راي حصل لها ايه؟ الاكس راي ادت جزء من الانرجي بتاعتها للالكترون ده عشان يتغلب بيه على البايننج انرجي بتاعت اللي ما بينه وما بين النيوكليوس ويفضل شويه انرجي عنده يتحرك بيها يستخدمها از كاينيتك انرجي، فبالتالي هي فقدت جزء من الانرجي بتاعتها ولما اصطدمت بالالكترون حصل لها سكاترنج، حصل ديفليكشن غيرت اتجاهها، انما فضل عندها جزء من الانرجي بتاعتها تقدر تتحرك بيه وتقدر تعمل انتر اكشن تاني وتالت ورابع لغايه ما يا اما تخرج من الميديوم بجزء فاضل من الانرجي بتاعتها يا اما توصل لانرجي قليله قوي تكون في الرينج بتاع الفوتو الكتريك افكت وتعمل فوتو الكتريك افكت ويحصل لها ابزوربشن، لان هنا في الكومبتون حصل اتنويشن نتيجه ان في جزء من الانرجي لوست
انما ما حصلش ابزوربشن، فضل لسه الفوتون موجود. الكومبتون بيعتمد على بيتغير مع تغير الانرجي طبعا، انما مش بنفس السرعه اللي بيتغير فيها البروبابيلتي اوف فوتو الكتريك افكت مع الانرجي. احنا قلنا فوتو الكتريك افكت كل ما الانرجي زادت كل ما بي 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 بيقل البروبابيلتي اوف فوتو الكتريك افكت، بس بسرعه كبيره جدا، لان هو انفرسلي بروبورشنال. البروبابيلتي بتاعت الفوتو الكتريك افكت انفرسلي بروبورشنال مع الاي تو ذا باور 3 مع الكيوبيك اي، فبيقل بسرعه مع زياده الانرجي لغايه ما بيختفي في السوفت تيشو او عند حوالي 100 120 كيلو الكترون فولت زي ما قلنا، وبيبقى البري دوميننت بعدها هو كومبتون. انما كومبتون برضو في اللي بي 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 بيبقى كل ما الانرجي زادت كل ما البروبابيلتي بتاعته بتقل، لان هيبقى فيه انتر اكشنز تانية هتظهر بعد شوية لما هنشوفها، هنشوف بعد في السلايدز اللي جاية ان في انرجيز في انتر اكشنز تانية هتظهر. انما هيفضل بالرغم ان هو الكومبتون افكت البروبابيلتي بتاعته بتقل مع زيادة الانرجي، انما هو اللي هيفضل البري دوميننت بالنسبة لنا احنا في الرينج بتاعنا بتاع الراديو ثيرابي اللي بنستخدمه، الانرجي اللي بنستخدمها في راديو ثيرابي اللي هي 6 ام اي في 10 ام اي في 15 ام و 18 ام اي في حتى، لان احنا لغاية وقت قريب كان عندنا اجهزة لينير اكسلريتور بتدي لنا 15 مليون الكترون فولت او 18 مليون الكترون فولت. كل الرينج دوت هيبقى البري دوميننت فيها هو الكومبتون، بالرغم ان هو البروبابيلتي بتاعته بتقل مع زياده الانرجي، وبيبتدي يظهر الانتر اكشن الرابع اللي هنتكلم عنه بعد شويه اللي هو البير برودكشن، انما هيفضل هو البري دوميننت دايما. طيب دلوقتي احنا قلنا الباي برودكتس بتاعت الكومبتون هيبقى الالكترون اللي خرج او اللي نوكت اوت من الاتوم والسكاترد فوتون. طيب عايزين نشوف ايه اللي بيحصل بقى للباي برودكتس دي او للتو برودكتس دولت اللي هم الالكترون والفوتون. الالكترون طبعا بعد ما هيخرج من الاتوم وهيبقى معاه شويه كاينتيك انرجي اخدهم من الاكس راي بعد ما اتغلب على الباندنج انرجي بتاعته، الريزيدوال انرجي اللي خدها من الاكس راي اللي فاضل عنده بعد الانرجي اللي خدها من الاكس راي وتغلب على الباندنج انرجي هيفضل عنده شويه انرجي يستخدمهم از كاينتيك انرجي، طاقه حركه يقدر يتحرك بيها في الميديوم اللي هو موجود. وطول ما هو بيتحرك في الميديوم هيفضل ممكن يعمل secondary ionization، يبتدي يقدر ان هو نفسه يعمل ionization للاتومز اللي هيعدي عليها لغاية ما يقابله اتوم تكون فيها deficiency of electrons، يعني ناقصها one electron يعمل معاها combination، او يقابله positive ion يعمل معاها combination ويختفي، او مش هيختفي هيدخل جوه الاتوم بقى ديت ويعيش حياته كجزء من هذه الاتوم، او طبعا لو ما قابلوش حاجه من دي ممكن يخرج كمان من الميديوم اللي هو فيه او من البودي، بس طبعا دوت الاحتمال قليل لان احنا عارفين ان الرينج بتاع الالكترونز بيبقى صغير مش زي الفوتونز بتقدر تمشي مسافات طويله. طيب الاكس راي فوتون بقى اللي حصل له سكاترنج دوت هيعمل ايه؟ هيخرج بره الاتوم ويروح لاتوم تانية يعمل معاها انذر انتر اكشن، ويا اما يعمل كومبتون تاني اذا كانت الانرجي بتاعته اعلى من الرينج بتاع الفوتو الكتريك افكت هيعمل انذر كومبتون افكت، وبعده ويخرج بانجل جديده ويعمل انذر كومبتون مره واثنين وثلاثه والف ومليون لغايه ما يفضل، وفي كل مره بيغير في اتجاهه والانرجي بتاعته بتقل لغاية ما يوصل ان هو زي ما قلنا يوصل للرينج بتاع الفوتو الكتريك افكت ويعمل فوتو الكتريك افكت ويختفي وتبقى ديت نهايته. او
لو ما حصلوش فوتو الكتريك افكت هيقدر يعمل برضو يخرج من البودي بتاع البيشنت او من الميديوم اللي هو فيه بصفة عامة. طيب عايزين نعرف دلوقتي البروبابيليتي اوف كومبتون سكاترينج بتبقى او البروبابيليتي اوف كومبتون سكاترينج اوكيرينج بيحصل امتى؟ ايه اللي بيخليه؟ هل هو احتمال حدوثه بيتغير مع اي بارامتر من البارامترز اللي بتعامل معاها؟ فهنشوف اول حاجه بالنسبه للانرجي في البدايه اول ما بيبتدي الكومبتون افكت يظهر عند الفيري لو انرجي عند حدود ال 50 او 60 كيلو الكترون فولت بيبتدي يزيد البروبابيلتي بتاعته تزيد لغايه ما يوصل عند حوالي ال 100 او 120 وتكون اختفت الفوتو الكتريك افكت يبتدي هو ما يبقاش فيه غير كومبتون افكت وبعدين يبتدي البروبابيلتي بتاعته مع زياده الانرجي تقل شويه بعد كده. ده الديبندنسي على الانرجي وبيكون دايما هو الانتر اكشن الوحيد اللي بيحصل في الرينج اللي ما بين كيلو بيت كيلو الكترون فولت. قبل كده بيكون في معاه شويه فوتو الكتريك افكت لغايه ال 2 مليون الكترون فولت بيكون هو برضو الانتر اكشن الفيري امبورتنت او الوحيد اللي بيكون لسه البير برودكشن او البير برودكشن بيكون ابتدى يظهر بس بيكون بانرجي قليله قوي. فزي ما هنشوف بعد شويه ايه اللي بيحصل وما بيخليناش البيديوم مش هيحس بيه قوي اللي هو البير برودكشن يعني. فانما بعد ال 2 ام اي في وبيكون البير برودكشن بقى احتماله كبير وبقى البرودكتس بتاعته بقت خارجه بانرجي اعلى يبتدي يبقى مهم يبتدي ياخد اهميه في الافكت مع على الميديوم. انما بيبقى ستيل برضو البري دوميننت هو الكومبتون سكاترنج. ده الديبندنسي على الانرجي. طب داز ات ديبند على الزد نمبر؟ نو ات دازنت. الكومبتون افكت او الكومبتون سكاترنج ات دازنت ديبند على الزد نمبر لذلك ما اقدرش استخدمه في الايمجينج. انما هو طب يعني واحد يقول لي الله طب احنا لو حطينا مثلا عيان على جهاز الكوبالت وحطينا وراه فيلم هشوف الفيلم هيسود؟ الفيلم هيسود وهتشوف يمكن البون فارق شويه في البلاكنينج بتاعه عن السوفت تيشو او عن اللانج تيشو. ده بيبقى ديو تو الافكت بتاع الدينستي مش بتاع الزد نمبر. يعني هو في افكت بتاع الدينستي، الدينستي بتبقى بتعمل افكت على الابزوربشن في حاله الكومبتون افكت بس افكت بسيط قوي 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 مش لدرجه انه يديك اي صوره واضحه خالص يعني. انما الزد نمبر ما بيتاثرش بالزد نمبر. البير برودكشن ده رابع انتر اكشن ممكن تعمله الفوتونز مع الاتوم وده بيحصل بشرط ان يكون في ثريشولد انرجي عند هذه الفوتون. يعني ايه كلمه ثريشولد؟ ثريشولد كلمه معناها عتبه. العتبه يعني لو جينا قلنا مثلا العتبه بتاعت مكان معين بتاعت اوضه معينه او قاعه معينه العتبه اللي هي لما تعديها تبقى جوه الاوضه او لو ما عدتهاش تبقى بره الاوضه. فهنا برضو اللي في ثريشولد انرجي محتاجها الفوتونز بعدها هيقدر يعمل هذا الانتراكشن وقبلها از نوت كيبابل اتول ان هو يقدر يعمل هذا الانتراكشن. الثريشولد انرجي اللي هتسمح له بحدوث هذه الانتراكشن هو 1.022 مليون الكترون فولت، 1.22 من 100 او من 1000، 1.22 من 1000 مليون الكترون فولت. وطبعا هنقول دلوقتي ايه السبب في هذا الرقم. ده اول شرط عشان يحصل هذا الانتر اكشن. في شرط تاني
مش بس ان هو يكون عنده انرجي اكبر من 1.022 مليون الكترون فولت، انما كمان يقدر يوصل للمنطقة اللي هي بنسميها الالكتروستاتيك فيلد اوف ذا نيوكليوس، اللي هي ما بين النيوكليوس والكي اوربت. بره الكي اوربت مش ممكن يقدر يعمل هذا الانتر اكشن، لازم يكون عدى من الكي اوربت ووصل بقى موجود في الالكتروستاتيك فيلد بتاع النيوكليوس عشان يقدر يعمل هذا الانتر اكشن اللي هو بنسميه بير برودكشن. وهنشوف ايه الميكانيزم بتاعته وهيحصل فيه ايه. يبقى في شرطين، شرط وصوله لهذه المنطقه اللي هي الالكتروستاتيك فيلد بتاع النيوكليوس. وعلشان كده خلي بالكم من الكلمه، هو ده هو لسه بره النيوكليوس، ما دخلش جوه النيوكليوس، ما حصلش انتر اكشن بشكل مباشر او كوليجن بشكل مباشر او بنتريشن بشكل مباشر للفوتون دوت، ان هو قدر يعمل كوليجن مع النيوكليوس او قدر يعمل بنتريشن للنيوكليوس. لا، هو ستيل بره النيوكليوس، انما وقع تحت تاثيرها لان هو موجود في الالكتروستاتيك فيلد بتاعها، وقع تحت تاثيرها، ومش هيحصل هذا الانتر اكشن الا اذا وقع تحت تاثير الالكتروستاتيك فيلد بتاع هذه النيوكليوس. يبقى هو حصل ما بينه وما بين او حصل نتيجه الافكت بتاع النيوكليوس، انما مش بشكل مباشر مع النيوكليوس اتسيلف. فيبقى ده اول شرط. وتاني شرط زي ما قلنا اللي هو يكون عنده انرجي اكبر من 1.022 مليون الكترون فولت، وهنقول بعد شويه ليه. لما يكون عنده انرجي اكتر من 1.022 مليون الكترون فولت، ليتس سي ان هو ان هو عنده مثلا 6 ام اي في زي اللي احنا بنستخدمها في راديو ثيرابي، فهيستهلك منهم 1.22 من 100 مليون الكترون فولت عشان يحصل هذه الفينومينا ان هي ظهور بير اوف بارتكلز اللي هم الالكترون والبوزيترون زي ما نشوف دلوقتي. وبقيه ال 6 ام اي في اللي هي هتبقى حوالي 5 او 4.988 او وات ايفر الفرق ما بين ال 6 ام اي في او الانرجي اللي دخل بيها اللي هي الاتش ميو ماينس الواحد واثنين وعشرين من الف. الباقي دوت هيستخدموا التو بارتكلز دول، هيقسموهم على بعضهم ويستخدموهم از كاينيتيك انرجي. البير في البير برودكشن زي ما قلنا لازم يكون في الفوتون اللي ده اللي هيدخل الاتوم دوت يكون الانرجي بتاعته اكتر من 1.022 مليون الكترون فولت، ويقدر يقرب جدا من النيوكليوس ويبقى واقع في الالكتروستاتيك فيلد بتاعها. اول ما بيوصل لهذه المنطقه بهذه الانرجي بيختفي هذا الفوتون، بيختفي تماما ويبتدي يظهر بعديه تو بارتكلز. ودي الفينومينا اللي اكدت لنا ان الانرجي، لان الفوتون دوت احنا قلنا ان هو هاز نو ماس، وهو اتس باندل اوف انرجي، ده الديفينيشن اللي قلناه عن الفوتون في بدايات المحاضرات. فالفينومينا دي اكدت لنا ان الانرجي دي ممكن تتحول الى ماس. يعني احنا كلنا عارفين الماس انها ممكن تتحول الى انرجي، يعني لو انا جبت حته فحم او اي حاجه وحرقتها هتطلع منها هيت وبتاع وهتختفي، فالمهم تحولت الماس الى انرجي. انما هنا الانرجي هي اللي تحولت الى ماس في هذه الفينومينا. الايه الماس بقى اللي ظهرت ديت نتيجه البير برودكشن، ان انا طلع لي تو برودكتس. التو برودكتس دولت هم النيجاترون او الالكترون، وده بيكون طبعا نيجاتيف، والبوزيترون اللي هو الانتي بودي بتاع الالكترون وبيكون التشارج بتاعته بوزيتيف. طيب هنا بقى لازم نقدر نفهم، ظهر لنا تو بارتكلز جداد ولهم ماس، الانرجي تحولت الى ماس، فده هنقدر نفهم منه ايه شرط ال 1.022 مليون الكترون فولت ديت. لان كل بارتكل من دول الانرجي بتاعته الريست ماس انرجي بتاعته
ايه الريست ماس ديت؟ هي ايه؟ احنا بما ان احنا قلنا نتيجة هذه الفينومنا قلنا ان الانرجي تقدر تتحول الى ماس والماس تقدر تتحول الى انرجي، فالماس بتاعت الالكترون لو حولتها الى انرجي هتكون محتاجة هتديني انرجي مقدارها 511 كيلو الكترون فولت، يعني 0.511 مليون الكترون فولت. نفس الكلام بالنسبة للبوزيترون، لو حولته الى الماس بتاعته حولتها الى انرجي هتديني 0.511 مليون الكترون فولت. فلما اخد ال 511 بتاع ده زائد ال 500 بتاعت 11 بتاع ده هم هيدوني ال 1.022 مليون الكترون فولت اللي انا محتاجها عشان تبقى هي الثريشولد انرجي بتاعت حدوث البير برودكشن. يبقى لو الانرجي بتاعت الفوتون اقل من 1.022 مش هيقدر يكون لي او يعمل لي برودكشن ولا للالكترون ولا للبوزيترون اللي هما محتاجين 511 كيلو الكترون فولت او 0.511 مليون الكترون فولت. ويبقى ده الشرط بتاع الثريشولد انرجي قدرنا نفهمه دلوقتي من الكلام دوت. طيب دلوقتي عايزين نتكلم شوية كده ببساطة عن البوزيترونز اللي هي هتتكون نتيجة البير برودكشن او لا تظهر في البير برودكشن. البوزيترون دوت احنا قلنا قبل كده في بداية شابتر 1 او في الشابتر اللي احنا فيه ده في بدايته قلنا ان كل ماتر ليها الانتي ماتر بتاعها. فالبوزيترون هو الانتي ماتر بتاع الالكترون. برضو تاني حاجة لازم نعرفها هنا ان احنا لو بصينا على اي اتوم وتحديدا الاتومز اللي ممكن يكون خرج منها البوزيترون دوت نتيجه البير برودكشن مش هنلاقي موجود جواه حاجه اسمها بوزيترون. انما دوت حصل له كرييشن او حصل له برودكشن اثناء عمليه او اثناء البروسيس اوف بير برودكشن، يعني لما الالكترون سوري لما الفوتون قدر يوصل للالكتروستاتيك فيلد بتاعت النيوكليوس بانرجي اكتر من 1.022 مليون الكترون فولت واختفى ظهر في اللحظه ديت البوزيترون اللي هو اصلا ما كانش موجود. وحتى الالكترون اللي ظهر معاه في البير برودكشن بالرغم ان الاتومز مليانه بالالكترونز انما الالكترون ده بالتحديد اللي ظهر نتيجه البير برودكشن ما كانش موجود في الاتوم قبلها، حصل له برضو كرييشن او حصل له برودكشن اثناء عمليه البير برودكشن. الحاجه برضو اللي مهمه لازم نعرفها عن البوزيترون ان هو ما يقدرش يتوجد جوه المطر لمده طويله، يعني اتس فيري شورت اللايف سبان بتاعه فيري شورت، واي الكترون هيقابله في سكته هيعمل انتر اكشن معاه ويختفي. والالكترون ده ممكن يكون احد تو الكترونز، الكترون موجود في الاوتر اوربت بتاع او في اي اوربت موجود في جوه النيو جوه الاتوم. الالكترونات العاديه اللي موجوده في الاتومز في الاوربتس المختلفه بتاعه الاتومز لو عدى على واحد منهم ممكن يعمل انتر اكشن معاه، او الكترونات الكترون من الالكترونات اللي بروديوس ديو تو بير برودكشن برضو زيه، يعني ممكن الاثنين. وده السبب لو تفتكروا في اول كلامنا او احنا بنتكلم على الكومبتون لما قلنا الكومبتون هيبتدي مش هي يعني هيبقى هو الوحيد اللي موجود لغايه 2 مليون الكترون فولت، اللي بالرغم ان عند 2 مليون الكترون فولت هيكون البير برودكشن ممكن حصل، يعني لان احنا قلنا الثريشولد بتاع البير برودكشن 1.022 مليون الكترون فولت. فلو فرضنا مثلا ان في فوتون الانرجي بتاعته 1.5 مليون الكترون فولت هيعمل بير برودكشن، بس ليه مش هيبقى البير برودكشن؟ واضح بالنسبه لنا لان الانرجيز الكاينتيك انرجيز بتاعت البوزيترون والالكترون اللي نتجت في من اللو انرجي فوتونز دي هتبقى كاينتيك انرجي بتاعتها قليلة قوي، فمش هيقدروا يبعدوا قوي عن بعض، مش هيقدروا يمشوا مسافة طويلة، فهيروحوا عاملين كومباينيشن تاني مع بعض ويرجعوا يختفوا تاني زي ما هنشوف بعد شوية. ف
الفينومينا ديت اللي هي لما البوزيترون يعمل كومباينيشن مع اي الكترون والاثنين يختفوا بنسميها انهيليشن بروسيس او انهيليشن رياكشن، وهنتكلم عنها بعد شويه. ودي اللي بتخلي الماء البارتكلز اللي هي بقى ليها ماس تختفي تاني وتتحول الى انرجي. يعني البير برودكشن حول لنا الانرجي الى ماس، الانهيليشن حول لنا تاني الماس الى انرجي. وفي حالة الانهيليشن هما بقى الاثنين البوزيترون والالكترون اللي عمل معاه انتر اكشن بيديس ابير ويختفوا ويظهر لنا بدلهم تو جاما فوتونز. يعني في الانهيليشن بروسيس كان في عندي بوزيترون والكترون عملوا كومباينيشن مع بعض وهما الاثنين اختفوا وتحولوا الى تو فوتونز، او وبيبقى الفوتونز ديت كل واحد منهم بيتحرك في اتجاه في اتجاهين متضادين، وبيكونوا الانرجي بتاعتهم 511 مليون الكترون فولت، زائد طبعا شوية اذا كانوا في كاينتيك انرجي بيتحرك بيها تبقى هي الفاليو دي. طبعا هنا الانرجي بتاعت الجاما هتبقى كلها كاينتيك انرجي، ال 511 دي هتبقى كلها كاينتيك انرجي. ليه؟ لان هنا مفيش ماس. يعني احنا قلنا الـ في البير برودكشن قلنا ال 1000 ال 1.022 ديت هتتحول، اول جزء هيتاخد منها لو مثلا انرجي عنده 10 مليون الكترون فولت هياخد منهم ال 1.022 مليون الكترون فولت دولت عشان يخلق بيهم او يعمل برودكشن بيهم للبوزيترون والالكترون، وبقيه الانرجي هياخدها البوزيترون والالكترون دولت ياخدوها از كاينتيك انرجي. انما هنا لما حصلت الانهيليشن مفيش عندي مش محتاج انرجي عشان احولها لماس، لان الجاما او الفوتون دوت ملوش ماس، فلما هيظهر هتبقى كل الانرجي بتاعته كاينتيك انرجي. الفوتونز الجاما فوتونز ممكن تعمل انتراكشن طبعا في حالات الراديو ثيرابي عندنا هيبقى الانتر اكشن هيكون ديو تو البير برودكشن والكومبتون، بس برضو زي ما قلت قبل كده هيكون في الرينج بتاعنا بتاع الراديو ثيرابي دايما البري دوميننت هو الكومبتون، انما كل ما الانرجي زادت كل ما البير برودكشن بقى البروبرتي بتاعته اعلى ويبتدي الكومبتون افكت برضو يبقى او كومبتون سكاترنج يبقى البروبابيلتي بتاعه اقل. البير برودكشن مهم جدا يا جماعه في الميديسن، لان هو الفينومينا اللي على اساسها جهاز او البوزيترون اميشن توموجرافي بنشتغل بيه، لان هو بنجيب بوزيترون اميتر نحقنه للعيان، والبوزيترون ديت لما تبقى اميتد من البوزيترون اميتر دي تبتدي تعمل كومباينيشن مع الالكترونز اللي موجوده في البودي وتعمل انهيليشن وتطلع تو جاما بارتكلز، اللي هم دولت اللي بنوصلهم للهيد بتاعت الماشين وتدي لنا الصوره بتاعت البت. طبعا برضو البير برودكشن مهم في الراديو ثيرابي، لان هو الرينج اللي احنا بنستخدمه دلوقتي في الراديو ثيرابي بقى بقى البير برودكشن البروبابيلتي بتاعته فيه عاليه قوي. يعني زمان مثلا كنا بنستخدم الكوبالت الانرجي بتاعته 1.25 مليون الكترون فولت، كانت البروبابيلتي بتاعت البير برودكشن قليله قوي، وحتى لو حصل لان دوت اكتر من 1.22 من الف اهو فممكن يحصل، بس حتى لو حصل زي ما قلت الريزيديوال انرجي اللي هيتحرك بيها البوزيترون والالكترون الكاينتيك انرجي بتاعتهم هتبقى قليله جدا، فهيعملوا كومباينيشن مع بعض في نفس اللحظه اللي هيظهروا بيها، فمش بيبقى مهم قوي في الفتره دي. انما مع الهاي انرجي زي الستة والعشرة بيبتدي يبقى البير برودكشن مهم في الراديو ثيرابي. الراديو ثيرابي البير برودكشن البروبابيلتي بتاعته بتزيد مع زياده الانرجي، كل ما الفوتون انرجي زادت كل ما البروبابيلتي اوف بير برودكشن بقت اعلى،
وبرضو بيزيد مع زيادة الزد نمبر والبروبابيلتي اوف بير برودكشن بروبورشنال مع الزد نمبر تو ذا باور 2. يعني لو عملت دبلنج للزد نمبر البروبابيلتي اوف بير برودكشن تزيد 4 مرات، بس مش 8 مرات بقى زي الفوتو الكتريك افكت. فهنا الديبنس، علشان كده ممكن في الهاي ان في ال 6 ام اي في مثلا اصور عيان، لان هنا ابتدى يبقى في ديبندنسي على الزد نمبر، فهيبقى في شويه كونتراست برضو ما بين الديفرنت تيشوز وبعضها، بس مش بنفس الكونتراست الجميل اللي موجود في حاله الفوتو الكتريك افكت. الانهيليشن رياكشن او الانهيليشن بروسيس زي ما قلنا ان هي مش هتكون ديو تو interaction of photons مع الاتوم، لا انما هي بتبقى due to interaction of positron والكترون مع بعض. هنا برضو بس انا عايز اذكركم بحاجه، ان طبعا البير برودكشن ده لما حصل ممكن البوزيترون دي تعمل interaction مع one of the orbital electrons اللي موجوده في الاتوم، مش لازم تعمل انتراكشن مع الكترونز برديوسد من البير برودكشن، ممكن تعمل انهيليشن مع وان اوف ذا الكترونز الاصليه اللي موجوده في الاتوم، وده لما تعمل كومباينيشن معاه وهما الاثنين يختفوا يبقى هنا هيحصل ايه للاتوم؟ هيحصل لها ايونيزيشن. وبرضو نفس الكلام الالكترون اللي خرج نتيجة البير برودكشن ممكن هو ماشي يعمل يصطدم بوان اوف ذا الكترونز اللي موجودة في الاتوم ويعمل ايونيزيشن. علشان كده ده السبب في تسمية الفوتونز indirectly ionizing radiation، لان الايونيزيشن في حالة البير برودكشن مش هيحصل due to interaction of photons بشكل مباشر مع اي الكترون، لان الفوتون ما اصطدمتش بحد، الفوتون دخلت للمنطقه بتاعت الالكتروستاتيك فيلد واختفت وطلعت لنا البوزيترون والالكترون، وهم اللي بعد كده هيعملوا الايونيزيشن بروسيس. فعشان كده سمينا الفوتون indirectly ionizing. في حاله الانهيليشن لما زي ما قلنا لما الالكترون والبوزيترون هيعملوا كومباينيشن مع بعض، ودي حاجه هتبقى سهله جدا لان واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف هي اتراكت ايتش اذر طبعا، ف لما هيعملوا كومباينيشن مع بعض زي ويل انهيليت او هيعملوا انهيليشن او هيعملوا او هي ديس ابير، هيحصل ديس ابيرنس للتو بارتكلز دي وهيظهر بدلهم تو جاما فوتونز، وكل واحده منهم هتتحرك ان اوبزيت دايركشن، هيبقى الانجل اللي ما بين التو فوتونز دول وبعضها هتبقى 180 ديجري. طبعا هنا بالنسبه للانرجي لما تحولت الى ماس او لما الماس تحولت الى انرجي اللي هيحكمهم المعادله بتاعه اينشتاين اللي هي بتقول ان اي بيساوي ام سي سكوير. لذلك لو خدنا الماس اللي هي بتاعه الالكترون او الماس بتاعه البوزيترون وضربناها في السي سكوير هتدلنا الانرجي بتاعة الفوتونز اللي هتنتج نتيجة الانهيليشن بروسيس اللي هي هتبقى 511 كيلو الكترون فولت، ودي اللي هتستخدم بعد كده في البيت سكان. اخر انتراكشن ممكن تعمله اللي هو الانتراكشن الخامس اللي ممكن تعمله الفوتونز هو الفوتو ديسانتجريشن او الفوتو نيوكليير افكت، وده بتكون فيه الالكترون او سوري بتكون فيه الفوتونز اتجرأت ووصلت ودخلت عملت بنتريشن ودخلت جوه النيوكليس. ده الانتراكشن الوحيد اللي بتقدر الفوتونز تدخل فيه جوه النيوكليس، وده علشان يحصل بيبتدي يحصل عند 10 ام اي في فما فوق. يعني لو الفوتون الانرجي بتاعته عاليه وصلت لغايه 10 ام اي في ممكن يبتدي يقدر يدخل جوه
لو هو ماشي في الاتوم قابلته في سكته النيوكليوس هيقدر يدخل جواها ويعمل ما يسمى بالفوتو ديس انتجريشن، وهتختفي هي خالص، هتبقى ابزوربت جوه النيوكليوس، النيوكليوس تعمل لها ابزوربشن بالكامل وتتحول الى اكسايتد نيوكليوس وتبتدي تعمل اميشن. خلاص بقت اكسايتد، هتعمل اميشن اوف اي بارتكل من البارتكلز اللي جواها زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي. فده ما يسمى بالفوتو ديس انتجريشن او الفوتو نيوكليير افكت، وده برضو نوع من انواع الابسوربشن اوف اكس راي او الابسوربشن اوف فوتونز. لما هتخش لما دخلت الفوتونز جوه النيوكليوس وعملت الفوتو ديس انتجريشن او الفوتو نيوكليير افكت، وقلنا انها تتحول النيوكليوس الى اكسايتد نيوكليوس، هتبتدي تعمل لنا اميشن لحاجه من الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي، يا اما تطلع نيوترون يا اما بروتون يا اما ديوترون يا اما تريتيوم يا اما الفا بارتكل، وبس الموست بروبابل هو النيوترون يلي البروتون. فطبعا هنا دي مهمه جدا بالنسبه للراديو ثيرابي. احنا كنا زمان في الراديو ثيرابي لما بنجيب لينير اكسلريتور بيكون عنده دوال انرجي بيكون 6 ام اي في و15 ام اي في او 18 ام اي في. احنا قلنا بتبتدي البروبابيلتي اوف فوتو ديس انتجريشن تظهر عند ال 10 ام اي في، وكل ما الانرجي اوف فوتون زادت تبتدي تزيد البروبابيلتي بتاعت الفوتو ديس انتجريشن لغايه ما توصل للماكسيمم بروبابيلتي عند 20 عند 15 مليون الكترون فولت، وتبتدي بعد ال 15 تظهر تقل تاني البروبابيلتي اوف فوتو ديس انتجريشن لغايه ما تختفي عند او ما يبقاش في فوتو ديس انتجريشن عند ال 20 مليون الكترون فولت. يعني البروبابيلتي بتبقى تبتدي من 10 وتوصل للماكسيمم فاليو بتاعتها عند 15 وتبتدي تقل تاني لغايه ما تختفي عند ال 20 مليون الكترون فولت. لذلك احنا زمان لما كان بيبقى عندنا لينير اكسلريتور فيه 15 ام اي في كان بيبقى فيه عندنا مشكله. ايه هي المشكله؟ ان الفوتونز اللي خارجه منه ممكن تعمل برودكشن اوف نيوترونز، والنيوترونز ده علشان اوقفه محتاج لو زد نمبر ماتيريالز، فلازم الكونكريت اللي ببني بيه البنكر يبقى فيه بعض الماتيريالز اللي هي بتكون الزد نمبر بتاعتها قليله عشان تقدر تعمل ابسوربشن للنيوترون. وبس والمشكله كمان الاساسيه ان النيوترونز ديت اكتيفيتنج راديشن، بتعمل اكتيفيشن للاتومز، ممكن تحول الاتومز اللي بتعمل معاها انتر اكشن الى راديو اكتيف اتومز، ودي خطوره الموضوع. لذلك اصبح في الاجهزه الحديثه دلوقتي ما بنخليهاش توصل لغايه 15 ام اي في، بنكتفي بس بال 6 ام اي في وال 10 ام اي في علشان نقف عند بدايه البروبابيلتي اوف فوتو ديس انتجريشن. كده يبقى احنا خلصنا كل انواع الانتر اكشن اوف فوتونز او اوف راديشن الفوتونز مع الاتومز، ودي بتبس يعني جزء من الفيزيكال ستيج اللي هي اول ستيج في الراديشن افكتس زي ما قلنا قبل كده. كده هنكتفي في محاضرة النهاردة بالجزء ده، وان شاء الله في المحاضرة الجاية يبقى بقيت شابتر نحاول ناخد جزء تاني من شابتر 1. هو شابتر طويل شوية لان في مواضيع كتيرة، انما ان شاء الله يبقى مفيد. شكرا جزيلا والسلام عليكم.